بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ علي النبهان من مدارس التربية النموذجية قسم الريان، مدرس الرياضيات أول ثانوي. يسرنا اللقاء بكم من جديد، ودرسنا اليوم هو قطع مستقيمة خاصة في الدائرة، وهو الدرس السابع من الباب الأخير. بسم الله. الآن تعرفنا فيما سبق عن الأوتار والمركز وطريقة قياس الزاوية المماسية والمحيطية وإلى ما هنالك. اليوم سوف نتعرف على الأوتار المتقاطعة. لاحظ معي هذا الشكل، عبارة عن دائرة. سأقوم الآن بطلب برسم دائرة ووترين متقاطعين كما في الشكل تماما. هذه هي الدائرة وهما الوتران المتقاطعين. الوتران لا يمران من المركز. سنسمي الوتران كم من بي وكيو وآر وإس، ونقطة التقاطع هي تي، ونقوم بوصل كم من آر بكيو وبي بإس. الآن سمي زوجا من الزوايا المتطابقة وبرر إجابتك. السؤال الثاني، ما علاقة المثلث، لاحظ معي، بي تي إس وأيضا آر تي كيو، ولماذا؟ قص المثلثين وحركهما وأعطني الملاحظة، ثم خمن العلاقة بين إس وتي، إس تي وآر تي وبي تي وتي كيو، وقس كل زاوية وتحقق من كل تخمينك فيما سبق. للإجابة والاستفسار عن هذه الأسئلة دعونا نبدأ. النظرية، تقول النظرية الأولى، إذا تقاطع وتران داخل الدائرة كما في الشكل، تقاطع وتران، أقول وتران ولا أقول قطران، أقول وتران، تقاطع وتران داخل الدائرة، فإن حاصل ضرب جزئي كل منهما متساوي، أي A E في E C يساوي B E في E D. مثال وهو سهل وواضح جدا، يقول المثال أوجد قيمة X باستعمال الشكل التالي. لاحظ أن الوتران متقاطعان داخل الدائرة في النقطة E، فيكون حسب النظرية AE في EB يساوي DE في DC في EC، بمعنى X في 6 يساوي 3 في 4 كما في الشكل. أصبحت معادلة خطية من الدرجة الأولى وسهلة. X في 6 هو 6X و3 في 4 هو 12، مع قيمة X التي إذا ضربناها ب6 نتج 12 تكون 2. واضح. مثال ثاني، انتبه، ارسم نموذجا باستعمال الدائرة، ولتكن X طول جزء من القطر AB. لاحظ معي AB، هذا هو الجزء اسمه X. استعمل حاصل ضرب الأوتار كما في السابق، النظرية السابقة، أي أن A في E يساوي E في B يساوي C في E في E في D على النحو التالي. يصبح لدينا 12 في X يساوي 24 في 24. لكي لا تستصعب الأمور والأرقام فتقول 24 في 24، نستطيع أن نقسم مباشرة طرفي المعادلة على كم؟ على 12، فيصبح لدينا 24 تقسيم 12 2، 2 ضرب 24 كم ينتج؟ 48، أي أن X كم تكون؟ 48. وبالتالي أصبح لدينا X أي EB 48. كم طول AB؟ أليس هو 48 زائد 12؟ كم يصبح؟ 60. وبما أن طول القطر يساوي 60، فإن R كم تساوي؟ هذا قطر، ماذا نقصد بالقطر؟ أليس هو نصفي قطرين؟ إذا نصف القطر كم يساوي؟ 30. واضح أن R تساوي 30. قطع مستقيمة تتقاطع خارج الدائرة الآن، والأوتار
غير متوازية في الدائرة، غير متوازية وغير متقاطعة داخلها، يمكن أن تمد لتشكل قواطع تتقاطع خارج الدائرة، والعلاقة على النحو التالي. نظرية، لاحظ معي هذا ما قلناه في التمهيد، إذا رسم قاطعان إلى دائرة على النحو التالي من نقطة خارج الدائرة، لاحظ أن إيه لا تنتمي إلى الدائرة، فإن حاصل ضرب طول القاطع الأول في طول الجزء الخارجي، أي أن AB في AC أو AC في AB لا فرق لأن العملية ضرب، وأن AE في AD تكون متساويتين، أي أن AB في AC كما قلنا يساوي AE في AD. يمكن استعمال حاصل ضرب جزء أي القاطع مع نظرية القاطع والمماس، وفي هذه الحالة يكون المماس هو الجزء الخارجي والكل للقطعة نفسها، وهذا ما تنص عليه النظرية الجديدة. الآن لاحظ معي هذا الشكل، لاحظ معي أن QR كم؟ QR 2، وأن BQ كم؟ 12، وأن QS مجهول، وأن ST كم؟ 3. ولاحظ أنهما متقاطعان خارجا، أي أن R تكون خارج الدائرة والتقاطع خارج. حسب النظرية السابقة يكون R في Q يساوي R في Q ضرب R في B يساوي R في S في R في T. بالتعويض ينتج لدينا، إذا علمت أن QR 2 و BQ يساوي 12 و TS يساوي 3، أي RQ 2 و QB 12 و RS هو X مجهول و ST هو 3. ولاحظ أن R موجودة خارج الدائرة، أي أن التقاطع يكون خارج الدائرة. حسب النظرية السابقة يكون RQ في RB يساوي RS في RT، هذا هو. والآن RQ هو 2، لكن كم RB؟ RB هو RQ زائد QB، أي 2 زائد 12 كم يكون؟ 14. وRS هو X، لكن RT هو X زائد 3. بضرب وبإجراء العمليات الحسابية 12 زائد 2 14 ضرب 2 28، بينما هنا عملية توزيع X في X، X تربيع و X في 3 3 X. الآن سوف نحول هذه المعادلة إلى معادلة من الدرجة الثانية التي تطرأت إليها في الصف الثالث متوسط. X مربع زائد 3 X بعملية طرح 28 من الطرفين تصبح لدينا 0 تساوي X مربع زائد 3 X ناقص 28. هذه المعادلة يمكن تحليلها، ما هما العددان؟ لو ضربتهما نتج جوابهما سالب 28 وحاصل جمعهما هو 3. عددان حاصل ضربهما هما سالب 28 وحاصل جمعهما كم؟ 3. فلو لاحظت أن العددان هما سالب 4 و 7 حاصل ضربهما سالب 28 بينما حاصل جمعهما هو 3. وبحل هذه المعادلة تتذكرون يصبح لدينا إما X زائد 7 يساوي 0 ومنه X يساوي ناقص 7، أو X ناقص 4 يساوي 0 ومنه X كم يساوي 4. هل تتوقع أن يكون طول ضلع هو سالب؟ لا، فيصبح هذا مرفوض لأنه لا أستطيع أن أطول طول قطعة مستقيمة سالب 7، ويكون الجواب هو X يساوي 4 و RS هي X وتساوي 4. مثال، أو هذه النظرية الثالثة التي تطرقنا إليها بشكل مباشر، قلنا إذا كان أحد القاطعين هو مماس فتصبح النظرية كما في السابق، بي سي في بي دي الجزء الخارجي في الكل،
يساوي بي اي في بي اي او تساوي بي اي على قوس تربيع كما مكتوب واضح لديك. الان اي بي كم؟ هو 4، فيصبح لدينا 4 اس 2 او 4 في 4. بي سي كم؟ هو اكس، ولكن بي دي كم؟ هو اكس زائد اكس زائد 2، فتصبح لدينا اكس زائد اكس هو 2 اكس زائد 2. تعود الى عملية التوزيع، نتكلم عن الطرف الثاني الان، اكس في 2 اكس هو 2 اكس تربيع، و x في 2 هو 2x. أما الطرف الأول فواضح أن 4 أس 2 كم هو؟ 16. عادة لنقول أنها يمكن تحويلها إلى معادلة من الدرجة الثانية التي تكلمنا عنها منذ قليل، فتصبح 0 تساوي 2x مربع زائد 2x ناقص 16 بطرح 16 من الطرفين. والآن لاحظ أن هناك قسم مشترك بين هذه الأعداد، أي يمكن قسمة المعادلة كلها بالطرفين على كم؟ على 2، فتصبح x مربع زائد x ناقص 8 تساوي 0. لحل هذه المعادلة الآن أتساءل، هل يوجد عددان إذا ضربتهما ببعض ينتج سالب 8 وحاصل جمعهما هو الواحد؟ قد يكون الأمر صعبا، فلذا أستعمل قانون المعادلة التربيعية. القانون يقول أن x تساوي، تتذكرونه، سالب b زائد ناقص تحت الجذر b أس 2 ناقص 4ac على والكل على 2a. تتذكرون أن شكل المعادلة هي ax مربع زائد bx زائد c تساوي الصفر، فيصبح بالتعويض لدينا أن b هو الواحد، يصبح سالب 1 زائد ناقص، وأيضا الـ A هو 1، 1 أس 2 ناقص 4، والـ A قلنا أنه 1، والـ C هو سالب 8 على 2 في 1. بحل هذه المعادلة ينتج لدينا جوابين، وبرفض أحدهما الذي هو السالب، لأنه قلنا أنه لا يمكن أن تكون طول قطعة مستقيمة سالبة، فيكون الجواب هو سالب 1 زائد جذر 33 على 2. إذا قمت بحلها بالآلة الحاسبة ينتج الجواب 2.37، وإذا قمت بحلها بالآلة الحاسبة يكون جواب 2.37، ويكون قد تم المطلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.